مستندات رسمية زميلتي كما تشاهدون تثبت التعذيب ومدى التعذيب المستخدم ضد المسجونين الآن. كما سمعتي مستوى التعذيب الشديد الذي يتعرض له السجناء في السجون، مستوى تعوق داخل السجن؟ داخل السجن وأزع عليك كازات ما يقدر يمشي يقال يطلعوا لي قدامي أنا ويا معوقي. والله العظيم وبريء ومظلوم وشد على المنطقة كلها والله. أنا ابني اعتقل من الأمريكان ب 2010 مخبر سري ولجنة طبية وما عنده أي شيء والله العظيم، وهاي باع هاي شهادته مال البكالوريا دا يمتحن عنده امتحان. اجت الامريكان اخذوه سلموه طلعوه فراج سلموه للعراقيين. تعذيب يعني 5 أشهر اختفى ابني ما لقيته بمطار المثنى، يعني لقيته بحيث صعد محكمة أول صعدت الحكام 55 سنة. أولادنا أدبوهم مخبر سري أي دعوة ماكو كلها كيدية كلهم محكومين إعدامات. أخوتي 3 شهداء والواحد بقالنا، أمه وأبويا ماتوا وإحنا يتامى وأخويا ما حد وراه. لا عنده أخبار ولا عنده تقرير طبي ولا عنده شهود ولا عنده أي شيء يثبت دعوته، يجي عينك عينك يتبلى على أخويا بدعوة باطلة كل شيء ماكو. قل له للقاضي على شنو انت سويت له دعوه؟ على شنو انت قبلت تستجوب اخويا؟ الاستناد اللي استناد شنو الاستناد؟ انا اقول لك بالكتل وبالضرب وبالبسط بالبسط عذبوه. انا ابني 2006 مخبر سري لا طلعوا كشف دلاله عنده تنازل وحكم اسهل 20 سنه بريء لا لا بدعوه. والولد الولد امي الولد المقتول بزيبز ولا يمنا ولا واحنا سكنت بغداد واخذ ابني يقول لي عناد بيكم الا حكمه اعدام. نطالبهم بالانسانيه والعطب عين العطب على هاي الناس الفقراء المظلومه، هاي ناس اكثرها مظلومه. مخبر سري شنو مخبر سري؟ يعني الى عداء ويا كارع تكبرت عليك اكو هيك حكي؟ ماكو هيك حكي، الناس انظلمت هواي عمي. للسيد رئيس الوزراء هو ابونا واخونا ودا يشوف النساء هذه كلهم ثكاله. نريد من السيد رئيس الوزراء ينظر لحال الامهات، احنا اولادنا كلهم راحوا بسبب دعاوي كيديه وبسبب المخبر السري. يا سياده الرئيس الانسانيه ترى هي روح القانون، وانت كنت وزير حقوق الانسان وعلى علم بما يجري في السجون.